لذلك تجد أن النظام تحول إلى تجارة المخدرات، وتجد أن السوريين يعتاشون الآن من المساعدات. إذن بشار الأسد كدولة لا يستطيع تأمين ظروفه وتأمين أموال لعصابته، وبالتالي هو يلجأ إلى تكوين عصابة أكبر ويطور إمكانياته في تجارة المخدرات. أتكلم عن زعيم مافيا على مستوى العالم، يؤمن يعني هو الأول على مستوى العالم في تصدير مادة الكبتاغون. إذن هذا النظام لم يعد يدير بلد، ولم يعد له مسؤولية إدارة هذا البلد، وإنما هو مسؤولية مافيا. وأيضا الشعب السوري في حالة عوض. لماذا؟ لأن الدول التي تسيطر على المشهد في سوريا لا تطبق القرارات والقوانين الدولية، وإنما هي تنتظر حالة التجاذبات الدولية. الآن عندما نسأل، ذكرتم في المقدمة أن هناك المشكلة الأوكرانية، هناك مفاوضات روسية وأوكرانية، وترى أن المشهد السوري موجود على بين روسيا وأمريكا المفاوضات، وترى أن المشهد السوري على طاولة هذه المفاوضات. صحيح. هناك مفاوضات في فيينا ما بين إيران وأمريكا حول الملف النووي، وترى أن الورقة السورية موجودة على طاولة المفاوضات، علما أن السوريين لا يجلسون على هذه الطاولة. إذن أصبحت سوريا ورقة من أجل التفاوض عليها من قبل إيران وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.